انا بحب المقابر وما تسالونيش ليه، لان انا نفسي ما اعرفش. حتى في مصر كنت بمر ساعات من وسط المقابر لما تجيني فرصه. طبعا المقابر هناك بائسه معظمها، يعني خصوصا في الاحياء الشعبيه زي اصحابها. هنا احنا في بير لاشيز، اكبر منطقه مقابر في باريس، واكتر مكان فيه كم من الاشجار، اكتر من 4000 شجرة في حوالي 6000 متر، حاجة مش عارف كم هكتار. المهم لما فكرت اعمل حاجة عن الشخصيات المهمة اللي في بير لاشيز، لفت نظري شخصية هنتعرف عليها دلوقتي. اسمه فيكتور نوار. فيكتور نوار كان صحفي عنده 21 سنة، وكان من الجمهوريين اللي كانوا ضد نظام نابليون. وحصلت في الوقت ده خناقة بين بيير بونابرت ابن عم نابليون بونابرت، وبين صحفيين شتموا بعض، وفي الآخر حصل الأمر للدعوة إلى المبارزة، فحصل معركة نقلت من كورس لباريس مع صحفيين تاني كلهم جمهوريين. والغريب انه فيكتور نوار رغم انه كان عنده 21 سنة بس، لكن وصل في الوقت ده انه يبقى رئيس تحرير جريدة اسبوعية. لما حصل الخناقة حصل كمان دعوة للمبارزة، احد الصحفيين الكبار رؤساء التحرير والقادة الجمهوريين دعا بيير بونابرت للمبارزة، فبعت له فيكتور عشان يتفق معه. اتنرفز عليه وضربه برصاص، ودي كانت بداية زيادة السخط على النظام الملكي بقيادة نابليون، اللي طبعا راح خد حرب غير محسوبة وتأثر فيها، وبعدها انتهت الجمهورية، او انتهى العهد ده وبدأت الجمهورية الثالثة. الطريف انه هو التمثال ده اتعمل بعد فترة، بعد 20 سنة، واتعمل بشكل واقعي جدا، بحيث انه نشوف كل التفاصيل، طاقيته مرمية جنبه كل حاجة، ومكان الرصاصة كمان اللي هو ضربها. والغريب جدا انه في ستينات القرن العشرين نشأت حوالين هذا الرجل الشاب الاسطورة او خرافة جنسية عاطفية في نفس الوقت، انه اللي يلمس جزء معين واضح جدا انه ملموس اكتر من الباقي، لانه البرونز فيه مش بيل مش واخد لونه اللي بيصدي ده، يبقى بيزيد لمس المنطقة دي، بيزيد الخصوبة وبيزيد الفحول عند الرجال، يعني يزيد خصوبة النساء وفحولة الرجال. واللي يلمس رجلين فيكتور يلاقي حب العمر، ودي حاجة غريبة جدا. انا كنتش متصور ان في فرنسيين، يعني انا شخصيا ما قابلتش فرنسيين عندهم المعتقدات الشعبية دي. المهم أهمية هذا الرجل انه فعلا كان سبب في زيادة السخط على النظام، وجنازته مشي فيها حسب التقديرات ما بين 100 و200 ألف شخص كإعلان على التمرد ضد النظام الملكي في هذه الأونة. والناس لغاية النهاردة زي ما انتم شايفين بيجوا يزوروه، حطوا له ورد وشموع، سبب فيهم وردة بلاستيكية بس برد الباقي طبيعي. ده معناه انه مازال فيكتور نوار اللي قام بدور في زيادة السخط على نابليون، وخصوصا نابليون في القضية اللي استمر الحوار او الجدال حواليها لفترة سنة كاملة، ما قدرش يسجن ابن عمه
بيير بونابرت، وتم فبركة شهود انه فعلا انه فيكتور بدأ بالهجوم عليه الاول، وبالتالي اداله مبرر انه يضربه بالنار. فبالتالي الافشو زي ما احنا شايفين ازاي الافعال الشخصية والتمردات الشخصية ممكن تقوم بدور في زيادة السخط على الأنظمة الاستبدادية. فأنا عوضا عن النجوم الكبار اللي موجودين هنا اللي ممكن نتكلم عنهم، أنا اخترت فيكتور نوار عشان نتكلم عنه.